صباح الخير. احنا اليوم في مؤسسة داليا المجتمعية لننضم لنشاط فني. قبل ما ننضم لهذا النشاط، حاب انكم تعرفوا اكثر عن مؤسسة داليا اللي تأسست بفلسطين لأسبابها المجتمعية والوطنية. مؤسسة داليا هي مؤسسة مجتمعية قائمة على العطاء المجتمعي أو ما يعرف بالتقاليد الفلسطينية بالعونة. هلأ مؤسسة داليا تأسست على أساس الاستقلال من الدعم الخارجي المشروط أو التمويل المشروط اللي ما بأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المحلية الموجودة بالبلد. برنامج الساحة من اسمه هو بيان الساحة الخارجية اللي هي موجودة عندنا في المؤسسة، وكان هدفه إنه يخلق فضاء لهاي لفئة الشباب والمبادرات. يعني هو الأساس كان لكل الأنشطة المجتمعية اللي إحنا بنقوم فيها وبندعمها في مؤسسة داليا. فهدف البرنامج هو غير إنه يخلق فضاء، كمان هو هدفه يحقق مردود مادي للمؤسسة عشان إحنا نقدر ندعم فيها مبادرات أكتر، سواء مجتمعية، ريادية، شبابية أو نسائية. فالأنشطة اللي إحنا بنقوم فيها هي أنشطة زي بتكون زي مجاورات، ورش عمل زي ما أنت شايفة، كمان بيكون فيها شغلات إنه إحنا مع المؤسسات الشريكة أو اللي عندنا نفس المايندسيت زي ما بيقولوها، بندعمهم في الأنشطة، لأنه هلأ بهاي الظروف اللي فيها الكورونا الكل عم بلجأ للمناطق المفتوحة، للمناطق اللي مش مسكرة، فعنا المؤسسة بتوفر سبيس أو هاي المساحة الفاضية إنه الناس تقدر تستفيد منه. بلشنا هاي الورشة مع مؤسسة داليا وطلع يعني ناس كتير حابينها وعم بطلبوا ورشات بعدها كتير. حبينا نتعرف على ناس جداد بعد الحجر اللي صار، وشوي الواحد يطلع من القعدة اللي قعدناها في البيت، وناس كتير حبتها قاعدين في الطبيعة والواحد بغير جو.